فاطمة يعني مشوار يعني تفتخر بيه البلد كلها مش انت بس. ربنا يخليك يا كابتن. يعني عايز اقول لك انه يعني لما العالم كله بيكون بيتكلم عنك كده ويكون حاطك في المكانه دي فانت بتمثلي المراه المصريه بجد عن حق. الحمد لله. طيب خليني اقول يمكن وانت بتتفرجي قلت ان رئيس الاتحاد الدولي ليه فضل كبير عليكي. هو للاسف هو مش ليه فضل، هو كان السبب ان هو ضيع عليا الميداليه الذهبيه فعلا في ريو. يعني هو اللي ضيع عليك الميداليه. ان هو خالف كل القوانين. احكي لنا الكواليس. طب احكي لنا ايه اللي حصل. هو المفروض احنا كلاعيبه رفع اثقال كل واحد فينا ليه 3 محاولات، فانا طبعا معايا منافسه قويه جدا اللي هي المنافسه النيجيريه، ويمكن دايما بيبقى الحسم بيني وبينها في الاخر. يعني هي بقى لها 16 سنه ما بتعرفش تكسبني. هو مستواها قريب من مستوايا بس انا الحمد لله عندي الخبره اللي تخليني اكسبها يعني. فجي عملنا كل المحاولات بتاعتنا وخلاص فاضل على المحاوله الفيصل بيني وبينها، فالمفروض ان هي هتخش 142 وخلاص هي خلصت كل التغييرات بتاعتها وانا عندي تغيير، فحطيت 143 عشان اكسبها لان انا كان وزن جسمي اعلى منها بجرامات يعني. ولازم تيجي بوزن اعلى. فبعد ما حطيت التغيير وبالفعل لجنه الجوري قبلت التغيير واتحط على الستارت ليست وندهوا عليها عشان تخشوا وعلقوا البار 142 ليها. راحوا مرجعين كل حاجه تاني زي ما كانت وحطوا لي التغيير اللي قبل ال 143 اللي هو ال 140 التغيير الاولاني. وخدوني انا وطلعوني على الستيج وعشان العب انا المحاوله، وضيع عليا بالفعل يعني. انا لما جينا اعترضنا بعد كده قال ان المدرب بتاعي يعني اتاخر ثواني عن تمليه المحاوله. طبعا ده كلام مستحيل. وطبعا ده كلام مستحيل ان هو حتى لو حصل كده وحكم الجوري خدها المفروض ان هو ما ينفذش يعني ما يعاقبش الحكم داخل المباراه. المفروض بيبقى في لجنه جوري بقى بعد كده بره وحكام يعني يقول له ان هو غلط، لكن ما بيبقاش في الماتش نفسه. اللاعب نفسه يعني. مش في اللاعب، ما يبقاش هو اللي بيدفع الثمن هو اللاعب، انما للاسف هو ده اتعمل. تمام. عشان ويا مصر الحمد لله يعني قدمنا فيه شكوى بعد المباراه والحمد لله هو كان يعني المباراه الثانيه هو اتشال بالفعل. سبحان الله. بس بصي يعني ده يمكن هيبقى دافع ليكي قوي عشان ريو دي طوكيو طبعا اللي جايه ان شاء الله.